في افلام كتير في دور العرض الايام دي، وما شاء الله الافلام محققه ايرادات كبيره رغم ان احنا في فتره امتحانات، فانا مش عارفه هم بيطلعوا الطلبه من اللجان على السينما ولا ايه الموضوع، بس ايا كان اكيد صناع الافلام دي مبسوطين واحنا كمان مبسوطين لانه جوده الافلام المقدمه الحقيقه تستحق انها تتشاف. من الافلام دي فيلم الحريفه، وللحقيقه يعني عامل جدل كبير على السوشيال ميديا، ناس كتير جدا بتتكلم عن الفيلم، والحلو في الموضوع البطولة الشبابية اللي موجودة في الفيلم، وده بقينا بنشوفه متكرر في مسلسلات وفي أفلام بطولة للشباب وبتحقق إيرادات ومشاهدات عالية جدا وإشادات في وسط الناس، فده يعني بيفتح المجال قدام كل الوجوه الجديدة اللي عايزة تشارك. الفيلم ده كمان بقى على وجه التحديد قريب من قلوب الناس عشان الكورة اللي الناس كلها بتحبها. الفيلم بيتكلم عن كل الناس اللي عايز تلعب كوره واحلامهم وازاي بيبتدوا، وكمان بيشارك في بطولته النجم الكابتن احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر طبعا، والحقيقه يعني مجموعه كبيره من الفنانين الشباب، نور النبوي طبعا كزبره مطرب المهرجانات، احمد غزي عامل دور يعني عالمي، نور النبوي كابتن ماجد، فيعني الحقيقه عاملين توليفه كده ليها يعني مذاق عظيم، الناس كلها بتخرج وتطلع من الفيلم بتشيد بالفيلم بشكل كبير. كمان في وجود للفنان شريف الدسوقي وكمان الفنان بيومي فؤاد، حقق توليفة عظيمة جدا، إخراج طبعا رؤوف السيد وتأليف إياد صالح. فيلم كل أحداثه زي ما بقول لحضراتكم إطار كده اجتماعي كوميدي، يعني الكورة وإزاي نلعب كورة وإزاي نحلم ونحقق أحلامنا، مجموعة كده من يعني الحاجات اللي بتهم الشباب، الحكايات والحواديت اللي تشوفها تشوف فيها يمكن حتى تاريخ كرة القدم، وإحنا بنفتقد لده ومفيش أفلام كتير بقت بتتناول الموضوع ده. عايزين نعرف ليه صناع الفيلم راحوا لمسألة الكورة، يمكن إحنا شفنا أفلام في السينما المصرية زي الحريف لعادل إمام قبل كده وأحلامه مع الكورة والكلام ده، لكن الحقيقة الحريفة برضو متناولين الموضوع بشكل شكله عصري، وأعتقد ده اللي شد الناس. من الحاجات اللي فرحتني إنه وأنا بتفرج كده على السوشيال ميديا على الآراء عن الفيلم، كل الناس اللي كاتبة عن الفيلم كانت قد ايه استمتعت بوجودها في السينما، وما حسيتش انها بتمل ولا للحظه واحده، وخلت كل الناس اللي حواليها بيسمعوا ويقروا عن الفيلم عايزين يروحوا وعايزين يشوفوا الفيلم. خلينا نتكلم بالتفصيل عن الفيلم مع احد صناعه استاذ اياد صالح مؤلف الفيلم. مساء الخير عليك والف مبروك الفيلم، وما شاء الله يعني مكسرين الدنيا. مساء الخير عليكي وعلى كل المشاهدين، متشكر جدا على الكلام الجميل اللي قلتيه عن الفيلم. حققكم الحقيقه، والفيلم كمان جذب يعني قطاع عريض من الشباب انهم يدخلوا، وزي ما كنت بقول احنا اصلا في فتره امتحانات نص السنه، ومع ذلك ما شاء الله الناس يعني ماليه السينمات. فكره الفيلم الحريفه جات لك منين؟ والموضوع ليه علاقه بالكوره واحنا شعب بيعشق الكوره. هي فكره الفيلم جت من أنا وأستاذ رؤوف السيد والأستاذ طارق الجنايني، كنا بنتكلم عن مشروع تاني مش مشروع الحريفة، وبعدين الأستاذ طارق قال إحنا ليه ما عندناش مشروع اللي ليه علاقة بمحمود الجوهري صح؟ كابتن محمود الجوهري صح؟ الرياضة اللي ليها علاقة بالمراهقين والسن الصغير، اللي زي الأفلام اللي كنا بنشوفها وإحنا صغيرين اللي بتشجع الناس وبتحمسهم وبتدي أمل وأبطالهم من سن في سن الدراسة يعني. فابتدينا نتناقش في ده، وكنت بقول لهم انه التحدي ليه النوع ده من الافلام مش موجود، لانه الافلام السينما بتعتمد على نجوم الشباك، وغالبا نجوم الشباك مش في سن الطلبه، فالنوع ده ما بيتعملش يعني. لكن طارق جنامي كان متحمس جدا وقال انا متحمس ان انا اخد مغامره زي دي واعمل فيلم زي ده، فابتديت اكتب فكره فيلم. استاذ طارق بقى متخصص في حته الوجوه الجديده دي لقصة مجموعة الشباب دول، ماجد وبقية الفرقة اللي في المدرسة ازاي بيتجمعوا وازاي بيبقى عندهم حلم وازاي بيدخلوا البطولة بالطريقة بتاعة النوع ده من الأفلام اللي بتتقدم، كانت بتقدم زمان بس بقالها سنين ما تقدمتش. يعني أنا متهيألي إنه الناس كانت مستنية تشوف فيلم عن الكورة، لكن هي الفكرة مين بيقدم الفكرة؟ الفكرة معمولة ازاي؟ لكن لو فيلم عن الكورة هيتشاف بدليل الإيرادات اللي عاملها الحريفة طبعا. بس انا خليني اقول لك برضو حاجه، انه مش دايما افلام الكوره بتحقق نجاح في شباك التذاكر.
على مدى التاريخ في افلام كوره احنا بنحبها، بس غالبا في وقت طرحها ما كانتش بتحقق ايرادات كبيره، يمكن شويه لانه جمهور الكوره مش دايما بيبقى عايز يتفرج على كوره في السينما، يمكن شويه لانه افلام الرياضه عموما مش بس الكوره بتفتقد العنصر النسائي، فبتبقاش مشجعه قوي للولاد والبنات يدخلوا السينما يتفرجوا عليها. فاحنا عشان كده كنا مركزين اكتر انه الفيلم ده بيحكي عن المرحله السنيه بتاعه ثانوي والاحلام والطموحات والحاجات اللي هي بيجمعها الكوره، بس مش الكوره بس هي القصه الوحيده اللي في الفيلم. لا، في خد خطوط بالك الولاد في الفيلم انسانيه بيلعبوا كوره وكوميديه. خماسي اللي هي تقريبا كل الولاد في مصر لعبوها، مش بيلعبوا الكوره اللي هي الاهلي والزمالك و11 لعيب اللي هي ممكن يكون مش كل الناس جربت انها تخوض التجربه دي. يعني تفتكر ليه الناس في الاول، هل بسبب الاسم، ربطت ما بين الحريف او الحريف بتاع الاستاذ عادل امام؟ اكيد طبعا، يعني ده منطقي جدا انه فيلم الحريف فيلم من اهم افلام السينما المصريه، من اهم الافلام في تاريخ السينما المصريه، وفيلم بطوله الاستاذ عادل امام واخراج الاستاذ محمد خان، فطبيعي لما هتسمع ان في فيلم اسمه الحريفه هيرجع لك ذكريات فيلم الحريف، ودي حاجه يعني تسعدنا انه حد يقول انه في اي علاقه ما بيننا وما بين فيلم الحريف، مع انه قصتين مختلفتين تماما وكل حاجه فيهم غير بعضها، لكن طبيعي انه الاسم هيعمل حاله الربط دي. طيب، استعنت بالنجم احمد حسام ميدو، وعايز اعرف الكواليس ما بينه وما بين الممثلين، ويمكن انا شفت تصريحات كتير ليه بيتكلم عن ادائهم، وبيتكلم عن طول الوقت عن الكواليس الحلوه اللي كانت ما بينهم، بيشيد بادائهم كلهم. كابتن احمد حسام طبعا يعني من احلى الحاجات اللي حصلت في الفيلم، وكابتن احمد حسام من اول لحظه لما استاذ طارق جناني والاستاذ رؤوف قالوا ان احنا هنجيب كابتن احمد حسام يعمل الدور، الدور قريب من شخصيته، مع انه هو مش طالع لعيب كوره، هو طالع مدرس انجليزي في المدرسه، الا ان هو عنده الطاقه اللي عند شخصيه استاذ شلش اللي هو يجمع فيها الشباب ويقودهم ككابتن في البطوله. بأميدو هو ما بيعملش حاجه نص نص، يعني هو اشتغل على الفيلم ده بشكل حقيقي جدا، انه هيبقى ممثل وذاكر كويس وحضر كويس، وكمان علاقته بكل الولاد كانت علاقه قويه قوي، لان هو كان من اول لحظه، من اول بروف الترابيزه، هو واضح جدا ان هو كان حابب الطاقه بتاعتهم وحابب شخصياتهم، وبقى حابب ان هو يبقى معاهم، وهو كان مديهم كمان هم نفسهم ثقه في نفسهم، ان هو كان طول الوقت بيشجعهم وبيقول لهم انا واثق ان انتوا كلكم هتبقوا ناجحين من اول لحظه انا شفتكم فيها. كزبره ووجود مطربين المهرجانات في الافلام بقى موجود بشكل كبير، شفنا عنبه برضه، شايف ازاي الاضافه للفيلم وليهم هم شخصيا؟ طبعا شايف انه وجود كزبره اضافه كبيره جدا 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 للفيلم، كزبره ممثل هايل، ومن اول لحظه كان موجود معانا واحنا بنقرا الفيلم، وهو باين جدا ان هو فاهم الشخصيه وقادر ان هو يشتغل عليها، وهو عنده خفه دم تلقائيه رهيبه، هو ممتع قوي. فكره انه هل يعني احنا في الاخر فكره مطربي المهرجانات، هو كزبره احنا ما جبناهوش عشان يغني، ما جبنا كزبره عشان يمثل، وهو عنده الطاقه دي، وهو حتى لو انت كنت بتشوفي الاغاني اللي هو بيعملها او الفيديوز اللي هو كان بيعملها على تيك توك، هي كانت شويه اقرب للمونولوجات، يعني اقرب للاسكتشات. مين يا استاذ اياد اللي شاف ان كزبره ممكن يكون موجود في الفيلم؟ مين اللي شاف الموضوع إيه؟ ده؟ مين اللي شاف الموضوع ده؟ مين اللي رشح كزبره انه يكون موجود في الدور ده؟ كل ترشيحات الممثلين كانت ما بين الاستاذ طارق جلاني المنتج والاستاذ رؤوف المخرج، واعتقد ان هو كان ترشيحه في البدايه ان هو يعمل دور الولد اللي بيغني في الفيلم، لكن بعد ما قعدوا معاه لقوا ان هو اقرب اكتر لشخصيه احمد حمدي حته، فعشان كده انا بشوف انه احنا لازم نبتدي نتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي، انها في النهايه في اللحظه الحاليه هي الوسيله اللي ممكن بيها اي ولد موهوب يحاول يوري الناس موهبته عشان يلاقي فرصه، زي ما كان في وقت من الاوقات الناس لما بتبتدي عشان نفسها تمثل ممكن تروح تعمل اعلانات او ممكن تشتغل موديل كانت دي البوابه، عشان هي صحيح نفسها،
فالتيك توك او الغنى الراب والمهرجانات هي طريقه ان الولاد الصغيرين بيوروا الناس موهبتهم عشان عندهم احلام عايزين يوصلوا لها. طب احمد فكره غزي النقد كمان الباهر عايز لاي اتكلم حد عنه. جاي من عالم السوشيال ميديا، انا اعتقد انه ده شيء مش صحي. يعني مفيش حد هيكمل لو الناس ما بتحبوش. احمد يعني لو غزي في حد كمان السوشيال ميديا يعني كلها بتتكلم عن دور احمد غزي وازاي هو يعني عامل ممثل جبار بالنسبه للناس كلها، شفت اشادات كبيره بيه. طبعا طبعا احمد غزي ممثل موهوب بشكل رهيب، ممثل مثقف بيذاكر كويس جدا جدا جدا. اكتر حاجه ما اعرفش كل الناس عارفاها ولا لا، بس شخصيه الششتاوي اللي احمد بيعملها هي بعيده تماما عن شخصيته الحقيقيه. فهو ممثل ذكي جدا مع انه سنه صغير، بيذاكر الحاجات زي الممثلين الكبار، بيهتم جدا بالتفاصيل سواء بالشخصيه وبتتكلم ازاي وبتعمل ايه وهي ليه شكلها كده، كمان بيهتم بشكلها وتفاصيل حركتها وتفاصيل لبسها. هو ممثل رهيب جدا جدا جدا، واعتقد ان هو في السنين اللي جايه هيبقى من اهم الممثلين في السينما المصريه. نور النبوي، طبعا نور النبوي من اول ما طلع على الشاشه وهو حجز مكان كبير في قلوب الناس الحقيقه، دوره كابتن ماجد والاسقاط على المساله دي، انا اعتقد ان الفيلم كان في البدايه هيتسمى كابتن ماجد وتغير، صح؟ احنا الاول كنا هنسمي الفيلم الشوط الثاني، وبعدين قلنا هنسميه كابتن ماجد، وبعدين رحنا للحريفه. يمكن انا ورؤوف المخرج بنحب كابتن ماجد، وهو يمكن قريب من جيلنا، يمكن اجيال الولاد الصغيرين ما يعرفوش كابتن أسطورة ماجد كابتن قوي، ماجد. اللي اكبر شويه هم اللي يعرفوه. فكنا حابين نحط حاجات ليها علاقه بكابتن ماجد في القصه. اكتفينا بس بالاسماء، والاستاذ طارق جلاني قلق من فكره ان احنا نسمي الفيلم كابتن ماجد، فالناس تعتقد ان هو فيلم كوميدي على قصه كابتن ماجد، او ان هو حاجه كوميديه او حاجه بارودي او سبوف على كابتن ماجد، اكتر من ان هو فيلم قصته مختلفه خالص عن قصه كابتن ماجد. نور النبوي ممثل مهم جدا جدا جدا، وانا بشوف ان نور النبوي في عنده علاقه قويه جدا بالجمهور. هو لسه جديد، بس هو نجم. يعني نور النبوي اعتقد ان هو بعد الفيلم ده هيبقى عنده فرص كبيره جدا 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 في بطولات، لان هو عنده الشخصيه وعنده العلاقه مع الجمهور اللي بيشوف فيه شخصيه النجم، اللي يحبوا ان هم يروحوا له السينما، ويحبوا ان هو يشوف المسلسل اللي هو فيه، ويحبوا ان هم يتابعوه دايما. وبشوف ان دي حاجه انها تبقى موجوده عندك وانت في سن صغير، ده ليه علاقه بان انت بتجتهد جدا 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 وبتذاكر جدا جدا جنب الموهبه. حضرتك وانت بتتكلم عن كل النجوم دول، نور النبوي، كزبره، احمد غزي، عمال تقول لي سنهم صغير سنهم صغير، انا شايفه انه ده يعني عمل انتعاشه في السوق سواء في المسلسلات، واحنا كنا لسه بنتكلم عن حاله خاصه وحتى عن الافلام وايرادات فيلم الحريفه. فكره ان احنا يبقى عندنا جيل جديد ناجح بالشكل ده ما شاء الله، ياخد فرصته، يكون موجود جوه منظومه مظبوطه، فياخد حقه، فنشوف منه اداء كبير جدا زي اللي بنشوفه من النجوم الصغيرين سنا اللي حضرتك بتتكلم عنهم، لكن ما شاء الله ادائهم عظيم. طبعا هي في الاخر خالص الزمن طبيعي بيلف، وطبيعي ان كل فتره لازم يظهر جيل جديد من النجوم في التمثيل وفي الاخراج وفي التاليف وفي كل حاجه. الفكره انه ازاي يظهروا، وازاي يظهروا في افضل شكل، وازاي ان الناس تحبهم، لانه مش دايما كل جنريشن جديد بياخد نفس النجاح اللي خده الجنريشن اللي قبليه. انا بقول لك انه الجيل اللي فيه نور النبوي ده اكتر شيء بيميزه ان هم مثقفين، ان هم بيذاكروا جدا، ان هم باصين على العالم، ان هم شايفين الموضوع كصناعه ومهتمين جدا بتفاصيلها، مهتمين جدا بان هم يبقوا بيحاولوا يلاقوا مكانهم بطريقه ذكيه، مش بس مجرد ان هم يفرقعوا وخلاص. وده اللي يمكن مخلي موهبتهم فارقه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اياد صالح مؤلف فيلم الحريفه، شكرا جزيلا على وجودك معنا.